ورجعنا لكم تاني ومع فقرة غالية عليا، لأن الضيف اللي فيها غالي عليا بصراحة. انتشر في الفترة الأخيرة موضة كده اسمها الإكستنشن والبواريك، وإن هي بقت حاجة لطيفة، لا حاجة مضرة، ليها طرق كتير للتركيب، ويمكن بنات كتير مش عارفة إيه أفضل طريقة وإيه أحسن حاجة مناسبة ليها. إحنا النهاردة معانا بولا نخنوخ اخويا. عامل ايه كريستين؟ بولا؟ اخبارك ايه؟ اخصائي تركيب شعر طبيعي. اخصائي تركيب كل شعر. سنه وانت طيب الاول، اهلا وكل سنه بيك. وانت طيبين يا جماعه، ورمضان وانت كريم طيبه بقى وبخير يا النهارده رب. هنتسحر. اخر يوم بقى. طيب الفتره الاخيره موضوع الاكستنشنز والبواريك والحاجات دي بقت كل البنات بتشتريها، وبقى في صفحات كتير قوي اصلا اونلاين على الفيسبوك. تمام. هو في طرق كتير لتركيب الاكستنشن، في مجال كبير للاكستنشن. احنا طالعين النهارده هنتكلم على جزء واحد اللي هو الويج او الباروكه. هو ده مندرج تحت الاكستنشن؟ تحت الاكستنشن. الاكستنشن كل ما هو يعني شعر اضافي للشعر الطبيعي، سواء كان متحرك او ثابت او حاجه للمناسبات بنشيله، بنشيلها بعد المناسبه يعني الساعه ساعتين وشي. بالظبط، اللي هو الاكستنشن اللاين او الباروكه او الحاجه الثابته. احنا هنتكلم النهارده على حاجه واحده بس اللي هي الباروكه. ازاي اعرف الباروكه دي لايقه عليا ولا لا؟ ازاي اعرف هي سعرها مناسب ولا لا؟ ازاي اعرف هي شعر طبيعي ولا انا ايه شعر اللي خليني عادي؟ اصلا اروح اجيب باروكه؟ طب ما احط اكستنشن. استخدامنا للباروكه دلوقتي بقى لان احنا عايزين نريح شعرنا، عايزين نعمل الوان شعرنا ما يستحملهاش، بالظبط. او لاسباب تانية مستجده حاليا دلوقتي اللي هي الاسباب المرضيه اللي هي مخليه شعر خفيف او شعر مش موجود، فملهاش ان هي تعمل اكستنشن، ليها ان هي مش هينفع. تلبس باروكه. تمام. فثلاث حاجات تخليني البس باروكه: شعري خفيف، عايز اعمل لون مش هينفع مع شعري، تمام، او لحاله مرضيه. تمام جدا. طيب يعني احنا دلوقتي هنتعلم ازاي نركب الباروكه، بس احنا جايبين باروكه مختلفه شويه. احنا جايبين كذا مجموعه من البواريك، الوان مختلفه، اطوال تمام. مختلفه. هنشوف الفاتح والغامق على الموديل، الطويل والقصير، ونعرف انهي اللي لاق على الموديل، الطويل ولا تمام. القصير، وده اوكي. اللي احنا يعني هنجربه مع طيب بعض. هو وانت بس بتركب، هو الباروكه اللي انت جايبها النهارده غير البواريك اللي احنا عارفينها اللي هي بالظبط. بتتحط كده وخلاص؟ هو اصلا انا عرفت ان في طرق للتركيب كمان. احنا معانا باروكه اهيت شعر طبيعي، ده عاملينها شعر ويفي، طبيعي. بتبان ان هي من فوق كده جذور، بيبان ان هي شكلها شكل طبيعي من فوق، ده فوق كأن في كأن جذور. في فروه، بس هنلبسها للموديل ونشوف الموضوع هيبقى عامل ازاي. بصيحو. بصوا على طريقة التلبيس يا جماعة، عشان أنا من الناس اللي بعرف ألبس باروكة ولا إكستنشن حقيقي. يعني احنا بنلبسها بكل سهولة كده، سواء ان احنا هنلزقها او هنركبها ببنس. دي كده ببنس؟ مش هتقع؟ لا مش هتقع يعني خالص؟ أنا عندي اعتقاد ان انا هبقى حاطة حاجة هتقع على راسي بصراحة. لا هي مش بتقع خالص يعني، سواء بكليبس او سواء ملزوقة، الموضوع ابسط من ان هي تتشد وتقع يعني. هي الفكرة بس ان هي هتبان شكلها طبيعية قوي. طبيعي ولا هتبان ان هي بوريك. لا مفيش حاجة خالص يعني، ممكن مش باين تورينا؟ اي حاجة خالص، وهي كمان عشان شعرها اسود اساسا فالموضوع لطيف. بالظبط كده. احنا معانا موديل تاني شعرها بلوند بس قصير شوية، هنشوف عليها البلوند عامل ازاي والاسود عامل ازاي. طيب كان في حاجة برضو من الحاجات اللي انا عرفتها مؤخرا او من الحاجات اللي موجودة على السوشيال ميديا، انه الباروكة بتتلزق فهي افضل ليا ومش هتقع وهتقعد وقت اطول، ومتهيالي كل البنات بص دي طريقة بتتجه للحكاية دعاية دي. جديدة علشان تسهل بيع الباروكة، بس اللي تتلزق ليهم الحالات اللي هي مفيش شعر، لان اللزق مضر للشعر ده يعني مش ايه مفيش مضر شعر؟ للبشرة. لزق الباروكة غلط على شعرك الطبيعي. ما هو في تفتكر حالات ما عندهاش شعر؟ كلنا عندنا شعر بس كلنا بنركبه. عندنا شعر بس مستجد من قريب كده 10 سنين او حاجه، حالات مرضيه، امراض بتسبب تساقط الشعر كله. يعني مش تساقط الشعر او ان انا شعري خفيف، لا ده ناس ده ما عندهاش ما شعر عندهاش خالص. شعر يعني، يعني حاجات شبه المانيكان اللي احنا حاطينه ده، ده فده بجد ألزق. فعلا. لكن حد عنده شعر كده لا ملزقش، انا كده هبوظ الشعر الاساسي فعلا. يعني انا فعلا. ممكن ابوظ شعري بايدي وانا مش وانا عارفه. يعني على فكره ان انا بحافظ عليه، لا انا حافظ عليه يبقى هشتغل بيها زي ما هي كده بكليبس. دي مش افضل شيء. اللزق بتبقى هي نفس القطعه بس بحط هنا لزق دبل فيس، ممكن مش من اول مره يبوظ لي شعري بس بس هيبوظه مع على المدى. الاستعمال
كنت الباروكه اهيت لبسناها بسهوله. طب اشمعنى دي طريقه تلبسها كده مختلفه؟ ما احنا ورينا طريقتين. دي طريقه ودي طريقه. انا هلبسها من ورا عادي جدا، يا اما هلبسها من قدام. احنا اهو بنرفع البوريك لدرجه مسافه الشعر عشان ما تبقاش نازله قوي، عشان تبقى شكلها ناتورال طبيعي. في ناس تانية بتحب، بس هو ده علشان شعرها هي بلوند فباين عادي، لكن في الطبيعي لكن لو شعرها مختلف عن البلوند لازم يتدرى كله، لازم ان يتلم كله. هي الموديل اصلا بلوندايه فلايق عليها. طب هو انا برضو احنا عندنا اعتقاد ان انا كل ما يبقى الباروكه تقيله او الاكستنشن كبير فهو كده افضل واغلى واحلى واجمل. بس ممكن ما يليقش عليا الشعر التقيل، ممكن ما يليقش عليا الشعر الطويل. يعني هي علشان وشها مدور فلايق عليها كثافه الباروكه التقيله. يعني الوش اللي بيبقى بالشكل ده بيليق عليه ان هو يكون كثيف عادي جدا. بالظبط كده. وطويل طبعا وقصير تمام. لكن في وشوش تاني لو اصغر شويه الوش مش هنعرف نلبسه الكميه دي كلها، هتحسي ان هي ضخمه شويه عن على شعرها. هو ده اتقل من اللي هي لابساه؟ ده اتقل شويه. صح؟ لا ورينا بقى كده الحلاوه والجمال. عاجبني قوي اصلا، ويعني انا من الناس اللي ببقى نفسي اعمل اللون ده، وطبعا شعري ما بيجيش ممكن يقع كله. ولو جه برضه هفضل اعمله لغايه امتى؟ ما الالوان برضه لصبغات مضره كلنا عارفين بكده. فبنحاول نريح شعرنا منها شويه. ده كل ده شعر طبيعي؟ كله شعر طبيعي، احنا بنعمل شعر طبيعي مش بنشتغل في الحراري، لان هو ولا بيتعمل سيشوار ولا بيبليس، لكن ده شعر بيتصبغ زي شعرنا، بيتعمل بيبليس زي شعرنا، شعر هيرماني هير يعني شعر ادمي. تمام. طب انا حافظ ازاي بقى عليها؟ يعني انا دلوقتي خدتها منك، او ابوظها ازاي واحافظ عليها ازاي؟ عشان هنا بنحافظ عليها، بنعملها زي ما بنعمل شعرنا الطبيعي، بنغسلها عادي بشامبوات عاديه. ما بنصبغهاش كتير، ما بنعملش بيبليس كتير، يعني اللي بيبوظها هو اللي بيبوظ شعرنا الاساسي فعلا. فاحنا هنحافظ عليها زي ما بنحافظ على ده. انا جايبها عشان اصبغها، يعني جايبها عشان اعملها 16 لون يا جماعه. اصبغيها بس، فكره ان انا اعملها 16 لون، انا هكسب الالوان وهكسب اللوكات بس مش هكسب البوريك تعيش معايا. معقول؟ اكيد، ما هي زيها زي ما احنا بنتكلم ان هو شعر طبيعي. بصي برضو هنا على الموديل كنا مركبين لها الشعر الطويل، كان شكله حلو قوي 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 عليها جدا، كان طبيعي جدا. بالظبط، هي جربت تاني حاجه كده الباروكه القصيره شويه، اديتها كثافه، اديتها شكل قصه. هي ممكن كان لو شعرها طويل شكل شعرها وشها خالص. بالظبط، احنا لو شعرها طويل وهي عايزه تقص قصه قصيره زي كده وخايفه على شعرها بتشتري ايه؟ بوريك قصيره. تمام. طب مثلا الاسعار بقى يعني بتتراوح من كام لكام؟ احنا بنسمع من اول 1000 جنيه باروكه، وفي 150 جنيه ده ديت السنتاتيك اللي هو الحراري، ده اللي ب 150. الشعر الطبيعي البوريك بتبتدي من 3000 ل 10000 حسب بقى طولها وكثافتها زي ما انت قلتي. يعني باروكه قصيره زي كده احنا بنتكلم في سعر من 3000 ل 4000 حسب الكثافه. يعني انا ده الرينج الطبيعي اللي انا اشتري من الباروكه كاريه، كل ما تزيد معايا بيزيد سعرها. يعني احنا معانا باروكه وسط مثلا اهي، طولها متوسط كثافتها متوسطه. كثافتها كويسه جدا. دي احنا بنتكلم في سالري من اول 4000 جنيه لغايه 5500 حسب. حلو قوي. التقل بتاعها دي هتعيش معايا قد ايه؟ هتعيش معاكي مش اقل من 3 سنين، بس برضو يعني لو حرقتها بالبيبليس لا مش هتعيش. خلاص، لو قصيتها ممكن تقعد اكتر، ممكن تعيش معايا اكتر بكتير حسب معاملتي ليها. حلو قوي. تمام، ممكن تورينا؟ لا تعالي بس وريني عشان شعرك عاجبني. انا هقرر اعمل شعري اسود. بعد كده خلاص يعني. لا حلو جدا وطبيعيه جدا، محدش على فكره يتخيل. يعني اعتقد ان انا بقى شفت ناس كتير لابسه بواريك وانا ما خدتش بالي. في بواريك تاخدي بالك منها جدا ان هي باينه ان هي باروكه لسبب اللون بتاع الشعر وفي لمعه كده، خامه الشعر وطريقه التلبيس هي غلط. اللي بتفرق معانا في ان الباروكه باينه وطبيعيه جدا ولا باينه ان هي فيك. يعني احنا الموضوع الباروكه معروف عندنا في مصر من زمان جدا، من ايام الافلام الابيض واسود، رجع تاني بقوه 2018 و2019 ورجع تاني الساحه يعني بقوه جدا، لان الناس خلاص ابتدت تحاول تريح شعرها باي طريقه. ده حقيقي. في مصيف مش هنزل البول وبعد كده اروح اعمل شعري كل يوم فهو اتضر خالص. بالظبط.
رائع اللون ده عليكي، رائع. طبعا احنا صور الشغل بتتعرض، احنا بس انت مش بتعمل بوريك بس، كمان احنا السنتر فيه كل حاجه صح؟ في في تاتو، في عمايل شعر عادي، في بوريك، بس احنا متخصصين في تصنيع البوريك يعني والاكستنشن بشكل عام، اللي هو سواء دبل فيس او اكستنشن بكليبس او خرز، كل طرق الاكستنشن. يعني ايه تصنيع؟ يعني انتوا مش بتجيبوها دي جاهزه، لا انتوا ما بتعملوها؟ ده تصنيعنا احنا، في شغل تاني مستورد بنفس كفاءة شغلنا. الفكرة ان احنا بدل ما بنقدر نصنع حاجة زي كده عندنا في مصر بنقلل من تكلفتها كتير. علي انا بالظبط، ككلاينت حاجة متكلفة عندي هنا فاقدر اكسب فيها مكسب قليل، لكن حاجة مستوردة بتبقى غصب عني في جمارك. الفكرة ان احنا برضو يعني بنتطور برضو في التصنيع، وبنقدر نعمل حاجات تنافس الاسواق اللي هي اوروبية او مش مصرية. حلو جدا، ده عايزه اقول لك اللون ده لايق عليكي اكتر من البلوند بجد والله فعلا. طب باينة حاسس كده بيور ولا كده. انا بقول اي بيور كلام؟ خفيف عليها وهي كانه على لون شريط، شعرها. يعني هو انتي كده؟ وهنشوف عليها الاسود ونقول لا وتقول ما لنا تقولش رأيك كده. برضو. لا ما تقولش كده، خلاص هي الاسود يعني احتلته، مش هينفع حد تاني. قومي بقى ورينا. لا خليكي تحفه خليكي. تحفه تحفه. هعمله اسود خلاص، ما تغرينيش اكتر من كده، ما تغرينيش اكتر من كده. تعالي بقى عاودي. تعالي. حلو جدا جدا جدا، مش باين خالص ان هو فيك، ولا باين ان هو مش بتاعي، عشان كده بقولك ان شكلي كنت بتخمف ناس كتير وفاكراهم شعرهم شعرهم الحقيقي، لان لسه كنت انت بتقولي الناس اللي مش بتتعامل قوي في مجال البواريك او في مجال علاج الشعر ما يعرفوش ان في ستات كتير ما عندهاش شعر، بالظبط كده. فممكن احنا مش عارفين الحكاية. الدكاترة المتخصصين طبعا هم يقدروا يقولك على الأعداد قد إيه في الموضوع ده. إحنا علشان مش بنواجه الموضوع دوت، إحنا دي باروكة زي الباروكة الأولانية اللي لبسنا لنفس الموديل، بس الفرق إن هي التانية كانت معمولة ويفي ودي ودي مفرودة، معمولة ليس. ده تقريبا طبعا نفس الكثافة هي نفس نفس الطول. الباروكة، بس دي معمولة ستريت والتانية معمولة ويفي. هو إحنا الويفي شايفين ده دلوقتي هيتفك إيه؟ طبعا، يعني غير الشعر الحراري اللي هو بيبقى ثابت العمر كله، هو كيرلي لا يعني لا، ده كيرلي دوت احنا عاملينه بالسيشوار والبيبي ليس. زينا زي شعرنا هي بالظبط. الفكره بقى في ايه، ان الويفي لا عليها اكتر، ليه بقى؟ هي يعني شكل الويفي على على تسريحتها وشها على على وشها جسمها. لا عليها اكتر. ممكن نفس البوريك ادينا شفناها بشكل ستريت ما حسيناهاش ان هي بنفس قوه الويف. الويفي انت ده. ممكن تقول للكلاينت كده، تقول لها لا انصحك ان انت تعمليه كده او تاخدي الطول ده. والكلاينت بتبقى برضو عارفه كده، عارفه ان هي بتعمل شعرها ويفي بيبقى لايق عليها، فلما بتقيس حاجه زي كده هي بتقولي لا وحشه، طب ما تيجي نجرب نعملها ويفي، عجبتها. تمام. طب قومي بقى يلا عشان نشوف اللي بعده. يلا بينا. احنا لا جربنا انا هنا اللون ده عاجبني قوي على فكره، عشان انتوا البلوند بس تبقوا فاهمين كان حلو قوي، وجربنا قوي. البني كان احلى بكتير. احلى من البلوند، ودي حاجه بالنسبه لي كانت غريبه بصراحه. بالظبط، احنا الكلاينت بتجيلنا بتعمل نفس الموضوع، بتجرب وفي الاخر ممكن تستقر ان هي نصنع لها حاجة تانية خالص غير اللي هي شافتهم. طب هو انا لما باجي عندك انت كل ده معروض وانا من حقي اجرب، ولا زي الاونلاين كده لا ما هو يعني فكرة الاونلاين بطلبه احنا ما بنشتغلش اوكي؟ اونلاين علشان كده، علشان انت هتطلبي حاجة وما تعرفيش هي هتعجبك ولا لا، لكن وانت جوه الصالون بتجربي هتشوفي اللي لايق عليكي واللي مش لايق عليكي، فساعتها هتعرفي انهي اللي هشتريها. احنا يعني برضو انا من حقي بنتكلم اجي في اجرب كل كاتيجوري دول غالي شوية. بالظبط، انا هشتري فبجرب. احنا شفنا عليها 3 بواريك. على فكره؟ لذيذ قوي. اعملي اسود. انتي لخبطتيها. خلاص انا هعمل اسود. طبعا بصي، الجزء دوت هو اللي بيبين لي ان دي باروكة ولا لا. كل ما كان مظبوط كل ما كانت ان هي حاجه طبيعيه، يعني انا مثلا الباروكه هنا وثابته تمام، لكن انا ثبتت الباروكه وهي عامله كده باظت خلاص باينت زي ان هي الباقي اساسا. باروكه. دي تتحرك بيها وتعمل كل اللي هي عايزاه، مش هتقع بالظبط، بس ما تنامش بيها. الصحي ما تنامش بيها، احنا بنلزق للي مش عندهم شعر، اللي موجود شعر يعني اللي عنده مثلا فراغ من النص او كده، ده بيتركب له باروكه ولا اكستنشن؟ اكستنشن او في حاجه تاني اللي هي قصه. بس يعني ايه قصه؟ بس حته قطعة، بس الجزء اللي احنا شايفينه الأمامي ده بس هو اللي بيركب، اللي هو المقدمة، وكل تمام ده بيبقى بقية شعرها، كل الخلف دوت بيبقى تمام شعرها هي. تمام
ورينا كده قومي بقى كده، الفريك. قومي بقى كده، وهنعمل اسود. يلا نحط بريك تاني صح؟ احنا هنحط بريك تاني، ايوه غالبا هيبقى اخر بريك، اخر بريك. اه احنا جربنا معاها القنبله الاسود الويف في كل اشكاله، اه طويل وقصير ويفي وليس. هنشوف عليها هي بقى البلوند انا عاجبني ان هيليق عليها تقريبا ولا لا. الكثافه كويسه بتاعت كله، انت مش عامل حاجه تقيله قوي ولا حاجه رفيعه خفيفه قوي. بالظبط، احنا بنعمل كثافه متوسطه لغايه ما الكلاينت يجي يطلب كثافه مختلفه. يعني ايه؟ انا دي بالنسبه لي باروكه مش متوسطه، هي تقيله شويه. دي اه دي يمكن اتقلهم، اه تقيله شويه. في حد يجي لا انا عايزها اخف شويه، ده بيقل معاه في السالري وبيقل معاه في الوزن. يعني الوزن هو مرتبط زي ما قلنا في الاول بالسعر. تمام. طب انت مثلا لو انا طلبت اخف تعملها لي في خلال قد ايه بقى؟ احنا بالنسبه لنا احنا عشان احنا بنصنع بيبقى في خلال ساعه. ساعه واحده مش ساعة كذا واحدة. يوم؟ لا كذا يوم دوت يبقى حد يعني هيجيبها. مش عنده مصنع. اه اللي هيجيبها. بيبقى بيصنع عنده في المكان بيبقى الموضوع على طول معايا، ممكن كمان يعملها لها حسب مقاس راسها، سواء اقصر إيه، سواء القرص نفسه اصغر او اكبر، لغايه ما يدي الكلاينت الحاجه اللي هي مطلوبه. طبعا من احلى الحاجات اللي بنشوفها في الباوريك ديت التسريحات السامبل البسيطه. اه ما عملهاش بقى دنيا، يعني هو اللون لوحده عامل شغل، فما ينفعش اعمل له حاجه اساسا. لما هعمل حاجه هعمل حاجه ايه؟ صغنونه صغنونه هبان عليا شكلها حلو، سواء ان انا هجيب الباروكه كلها على جنب كده. اه كل دوت احنا اللي بنتحكم فيه بسهوله مش بصعوبه. في البيت مش انت بتعلمني، يعني انا لما باجي اشتري انت بتعلمني اركبها بالظبط، ازاي انت واعمل بتغسليها ايه بسهوله وبتعمليها سيشوار وبيبليس زي شعري. شعرك، سواء انت بتعرفي تعملي فبتعمليها في البيت او بتبعتيها للكوافير الاقرب ليكي. تمام. طيب انا اخر سؤال بس، يعني انا لما اروح اشتري دلوقتي اشتري شعري ايه؟ يعني اقول له عايزه ايه عشان اكيد انا مش احنا فاهمه. عندنا في الشعر الطبيعي ثلاث شركات بتشتغل، يعني ثلاث بلاد بتشتغل. تمام. اللي هي الهند، البرازيل، الصين. تمام. اقوى منتج عندنا الهند اللي احنا بنشتغل فيه وبنعرضه ده. بيبقى اغلى؟ بيبقى اغلى لانه شعر جودته اعلى، و حتى في الصبغ والسيشوار بيبليس بيعيش معايا عمر اطول. تمام. كل ما بنزل للبرازيلي او الصيني الجوده بتاعتي بتقل. طب ما الجوده بتاعتي بتقل ايه اللي بيحصل؟ ما بيديش معايا الالوان البلوند ديت، ما بيستحملش زي شعرنا بالظبط، بيبقى اخره الغوامق حاجات زي كده، بيبقى مش مديني الشكل الطبيعي اللي هو ايه التقصيفه الطبيعيه. هو آه. شعر معالج. يعني آه. ايه معالج؟ باين. بالظبط باين. الكواليتي بيفرق معانا في ان الباروكه الفينش بتاعها يبقى عامل ازاي، بيبقى حاجه زي كده باينه ناتشرال حقيقيه طبيعيه ولا باينه فيك. حلو جدا. اهم حاجه عندنا في القصه زي ما قلنا في طريقه الباروكه التركيب، طريقه التركيب للمقدمه للجزء ده، هي دي اللي هتحكم لي هي دي اللي الشكل. هتحكم انا لابسه باروكه ولا حقيقي مش باينين خالص على فكره. بالظبط. يعني احنا المفروض يبقى معانا 3 4 6 10 حلقات احنا نقعد يعني نتكلم ان شاء الله فيهم. نعرض اكتر حاجه عن الاكستنشن، يعني نتكلم في حاجات تاني كتير، نتكلم بإذن عن الله الاكستنشن اساسي اللي بكليبس، نتكلم عن الرجالي وعندنا الرجالي حلقه اللي عن هي الرجالي حاجه مميزه عندنا في مصر لان مش شغاله في الاستوديو في كله بلاد هياخد كتير. منها الاستوديو كله احنا بنشتغل برضو يعني غير السيدات للرجاله في الباوريك طبعا زي فنانين كتير يعني بيركبوا الباوريك دي. احنا هنتكلم في الكلام ده وطريقتها وكل حاجه ان شاء الله باذن اقرب الله. وقت. باذن الله. شرفتني. مرسي. وكل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم. مرسي. وفاصل قصير جدا وهنرجع لكم تاني بفقره مختلفه قوي، استنونا. بنقرب لبكره دايما في كل مفيش حاجة مستحيلة تقدر عليها، الجاي في حياتك انت عارفه رسمه، ده لكل واحد في حلم مكتوب باسمه، كل الحكاية وما فيها متعب شوية، اه امسك في حلمك وخليك وراه.
ورجعنا لكم تاني. والحقيقة ان احنا لما سألنا على صفحة البرنامج عن اكتر مشكلة بتواجه البنات في الميك اب، كان تقريبا كل البنات قالت الرموش. انا ما بعرفش اركب الرموش وما بعرفش اختار الرموش، مع ان دي اكتر حاجة بتبين اللوك بتاعي. النهاردة معانا ميك اب ارتست، هي حكاية نجاح اساسا رائعة، هي صاحبتي وانا بحبها جدا، وهي اللي عامله لي اللوك بتاع النهارده، فميرسي جدا جدا. اكيد انتم شايفين الفرق، يعني شكلي بقى احلى واصغر. تسلم ايدك. معانا ساره هاني، ميك اب ارتست اند فيل ديزاينر، عامله ايه؟ الحمد لله منوراني. تمام الحمد لله، ده نورك يا حبيبتي. تسلمي لي. انت النهارده هتعلمينا ازاي نركب الرموش، واحنا بنركب بقى هندردش. تمام. اول حاجه كلنا بنبقى مش عارفين نركب الرموش ازاي في البيت. انا اول حاجه مش عارفه اختار الرموش المناسبه لوشي اصلا. تمام. احنا عندنا نوعين من الرموش. تمام. نوع قصير من قدام. تمام. وطويل من ورا. تمام. ده نوع. تمام. النوع التاني نص دايره. اللي هو يعني ايه نص دايره؟ الدايره يعني نص دايره يعني من قدام زي من ورا. بقعد مع ابني كتير. تمام. من قدام زي من ورا، ده بنفضله للعيون المبطنه والنص تبطين. تمام. تمام. اللي مرفوع اللي هو طويل من ورا بنفضله ان هو يسحب العين. يعني انا عيني مثلا يمشي معاها ايه اكتر؟ يمشي معاكي انت عينيكي مبطنه، فبيمشي معاكي اللي هو النص دايره اللي هو من قدام زي من ورا. انت نفس الحكايه. الموديل نفس الكلام، يعني هي برده مبطنه نص طبطينه. كنت فاكراكي حاجه تانية. لا ضبطيني. تمام. ده بيساعد ان هو يخلي الجفن يرجع على ورا، يداري الطبطينه شويه. تمام. 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 اللي هو من قدام قصير ومن ورا طويل، دوت بيبقى عايزين نسحب العين على فوق اكتر. تمام. اوكي. الكثافات بتفرق؟ بتفرق بس على حسب العيون، من كل عين لعين بتختلف. ما اقدرش اقول لك مثلا العين الفلانيه يمشي عليها كثافه معينه، لا، هم دول النوعين بس الرموش الموجودين، وانت بقى بتختاري على حسب العيون واللوك وعلى حسب المود. انا رايحه فرح ولا رايحه خطوبه ولا رايحه سيمبل، يعني بتختلف في الكثافه. هو سيمبل، هو كثيف، هو كيرلي كده. تمام جدا. طيب الخطوات اللي نبتدي بيها، اول حاجه بنبتدي ان احنا نعمل مسكره للرموش. حط لازم مسكره؟ دي جديده دي. لازم مسكره عشان الرمش يبقى تقيل، لان انا هحمل عليه الرمش الصناعي، لازم الرمش التقيل يبقى ماسك نفسه. طيب اللي هو الرمش الطبيعي. ماشي اوكي. احطها وسيبها تنشف طبعا. نعمل مسكره الاول. اي نوع مسكره بقى؟ مش اي حاجه، بس يا ريت لو حاجه كويسه عشان ما توقعش الرموش. لازم يبقى ماسك نفسه عشان اقدر احمل عليه الرمش الصناعي، دي اول حاجه. طيب. الناس كلها بتفكر ان احنا بنحط مسكره بعد، بس انا طول عمري فاكره انه بعد. دي اكتر حاجه بتخليكي الرمش يبقى مرفوع. حلو قوي. تمام. تمام. اول حاجه. تاني حاجه، انت اصلا حاطه لها كمان طبقه بره. دي تاني طبقه. كل ما الرمش يبقى ماسك نفسه، كل ما يبقى افضل تبقى عينيكي ويشيل معاكي الرمش كويس. حلو قوي. ازاي اطلع الرموش وما ابوظهاش كده وما اقطعهاش؟ لا مش كده، معروفه. مش كده خالص. بصي، اول حاجه بنبتدي نشيل الرمش من طرفه بصبع اهو، من طرف شد كده. يا ريت الكاميرا تكون جايباها، يعني عشان ده مهم قوي الحاجات دي بالنسبه لنا قوي كبنات. انا عارفه ان مش كل الناس اللي بتتفرج فاهمه اللي احنا بنقوله. من الطرف. ومن الطرف، من الطرف هنا، وبعدين من الطرف هنا. هو ده اوريدي، انا شايله طلع كده من الطرف هنا. وبعدين من الطرف هنا. تمام. تمام. الناحيه الثانيه من الطرف هنا. ايوه. وبعدين من الطرف هنا. ما اشيلش الرمش كده مره واحده زي ما احنا بنعمل. لا، من الطروف الاثنين وبعدين اشيله من النص. حلو قوي. تمام. هو كده طلع بشكل مظبوط. ده كده الرمش كثيف. اوكي. الى حد ما، مش الكثيف اللي هو الاوفر مثلا زي ده. وعادي ان انا هطلع عين النص مبطنه، يعني ما فيهاش مشكله. عشان انا فاكره ان احنا لازم نحط خفيف. بصي، احنا هنشوفه هو الاول من غير اي حاجه، من غير جلو. نزل عينك شويه. هجربه الاول على عيني. فتحي. ورينا بس فرق العين دي من العين دي. اوف. تمام. دي رموش كيرلي. حلوه قوي. دي لو عندي مناسبه، عندي مثلا عايزه استعمل رمش في العادي، مش في مش اوفر. هوريكي عين وعين قبل ما احط لهم الجلو. بصي كده، ده العادي. في جميع الاحوال هي نص. دي كانها ناتشرال اكتر. دي اقدر انزل بيها، اقدر عندي مناسبه. مش باينه اصلا ان هي مظبوطه على فكره. دي كثيفه اكتر طبعا. انا لما اجي والرموش دي كيرلي ودي لا. اوكي. انا لما اجي اختار احاول على قد ما اقدر ان هي تكون شعر الى حد طبيعي. ما طبيعي. مش بلاستيك. بلاستيك طبعا وحش جدا وبيبان وبيبقى المنظر مش لطيف. تمام. بعدين بقى ايه اللي هيحصل؟ احنا هنركب دلوقتي الكثيفه. طبعا انا بعمل كل الميك اب واجي احطها، فكل ده بيبقى اسود. اهم حاجه دلوقتي باظت.
ان انا دلوقتي الرموش ديت جايه على عينيها بالظبط. طيب انا دلوقتي عينيا صغيره عن الموديل وعايزه اقص شويه من الرموش. كل البنات بتسالني كل البنات بتسالني انا بيفكروا ان هم يقصوها من هنا او من هنا. لا انا بقص من الاخر يعني لاول عيني بيبقى زي ما هو عشان يفضل اللوك طبيعي ناتشرال ما فيهوش اي حاجه زينا. زي الطبيعي بنقص من الاخر تمام بحيث اقصر ويرفع العين قصيره او اقيس حته بسيطه واقيس الافضل ان اقيس صح بس دوت على مقاس الموديل مش محتاجه اقيسه مش محتاجه اقصه دي التكات يعني انا لو حطيته كبير هيبوظ شكل طبعا عيني. هيكسر العين على تحت وهتحسي عينك مكسوره والناس هتاخد بالها ان انا حاطه اصلا رموش يعني ايوه طبعا والمنظر هيبقى اوفر. انا لحد وقت قصير كنت بعملها بحطها زي ما هي اللي انا بجيبها بحطها وانا عيني اصغر منها بكتير. لا البلو في حاجات او شروط معينه للجلو اللي انا اجيبه لان اهم حاجه يبقى اوريجينال عشان في جلو رخيص ما بيعملش اي حاجه بيفك لا اهم حاجه الجلو يبقى اوريجينال في كذا حاجات كويسه حلو جدا واهم حاجه بس في تركه الجلو ان انت تسيبيه ينشف يعني كام ثانيه اللي هو انا اهو بعمله كده ينشف شويه يمسك معاكي على طول تمام طلع مني شويه حسيت ان هو كتير هنعمل كده اهو هطلع شويه زياده تمام بمسك الرمش لو انا عايزه احطه لنفسي عشان احنا النهارده بنعلم البنات ازاي تحطيه لنفسك تمام عايزه احطه لنفسي بمسكه من النص مش من اي حته تمام تمام ببص يعني ايه انا دلوقتي عشان انا اللي بحط لها هي بصه تحت لو انا بحط لنفسي بكسر عيني كده يعني مش مغمضة عيني ولا مش مغمضه ولا بصه للمرايه النص فاتحه كده لا انا بكسر عيني كده تمام اوكي بصي ده ممكن نعمل عين واحدة عشان يبان الفرق هنستناه بس ينشف وبعد كده ارفع رموشها تتثبت بس كده ده لا عمل بقى لخبطة ولا اي لا. حاجة خالص لا يعني طلعت بعد ما الزيادة يتعمل كله التركية ان انت تطلعي منه زيادة لان هو ده اللي بيروح بايظ حواليه اصلا الجلو دوت عموما مش مسيبيهوش كتير في جلو تاني بيحتاج يتساب 30 ثانية مثلا تمام دوت بينشف معاكي على طول تركبيه ما يطلعش منك حاجه ما تبوظيش الميك اب الدنيا بتبقى معاكي ولو كويس ولو جه حاجه غلط يعني لو خلاص بصي في انواع جلو يعني النوع دوت مجرد ما بتحطيه حصل منك فول اوت بتشيليها زي الاستيك كده بتتشال معاكي بتتقشر مش بتتقشر تمام 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 اول ما بينشف بنثبته بالمسكره نورتيني يا ساره حبيبه قلبي تسلمي واتمنى ان كل اللي اتفرجوا علينا يكونوا استفادوا النهارده وهيعرفوا يركبوا الرموش ان شاء الله الحلقات اللي جايه هيكون معانا طرق كتيره يعني كل بنت مش عارفه تعمل حاجه احنا هنعلمها تعملها بقى الايلاينر والعيون وكل الحاجات ان شاء الله اتبسطت معاكي الحلقه الجايه كانت معاكم كريستينا جمال حكايه نجاح